معي السيد سفير ناصر حمدي سفيرنا في المملكة العربية السعودية. سيد سفير مساء الخير، الأخبار في بين جدة والرياض إيه يا فندم؟ مساء الخير يا فندم، أنا كان نفسي إنك تكوني معانا عشان والله كان نفسي بس أنا ما أقدرش أسيب البرنامج، شايفة مشاهد رائعة يا فندم. يعني تظاهرة في حسن سواء هنا في الرياض سواء هنا في جدة، يعني حاجة جميلة مبشرة، يعني حاجة يعني بتحسي بالوطنية وقد ايه الناس بتحب مصر وعاوزة تقف جنب مصر واحساسها بالخوف والخطر على مصر. طبعا اللي نجحنا طبعا ما اقدرش افوت مناسبة زي دي الا مشكر حكومة المملكة العربية السعودية طبعا على كل دعم ومساندة ادوها للسفاره وقنصليتها العام بالتسهيل والدعم والتسهيل لوصول الناس. فحقيقي من غيرهم ما كناش قدرنا نحصل على هذه التظاهره. احنا يومين كنا في فرح، الناس جايه بتغني في حب مصر. النهارده واحنا رغم ان هو يوم عمل وما زال برضه الناس بتتوافد على القنصليه والسفاره، ومن اجمل المشاهد اللي انا شفتها النهارده قبل ما واحنا في مرحله الاغلاق لقيت سيده مسنه ذو احتياجات خاصه مستنيه اولادها لما يرجعوا من الشغل عشان يجوا، فوصلت للجنه 9:15. طبعا دخلتها ما اقدرش اقول لها لا. يعني ما ينفعش. دخلتها وقدت بصوتها ورحبت بيها هي وجوزها، ناس صغار في السن تتعدى عمرهم 80 سنه ذو احتياجات خاصه، واهتموا ان هم يجوا. يعني حقيقي لمسوا قلبي، يعني عواطفنا كلها بالمنظر زي دوت، ازاي الناس حريصه انها تيجي؟ فحاجه جميله جدا. ابتديتوا فرز سياد سفير ولا لسه؟ ابتدينا فرز حضرتك بقالنا تساعد 10 دقايق فرز، ولسه بقى الارقام مش باينه لسه لغايه. طيب يعني نحاول نتصل بحضرتك مره اخرى عشان نشوف المؤشرات الاولى للفرز. والحقيقه ان المشهد فعلا مشرف ومبشر، وفعلا المصريين في الخارج المملكه بالذات في المملكه السعوديه بيدونا رساله عظيمه جدا، وبحيي سفارتنا اللي في المملكه السعوديه سواء في الرياض او القنصليه في جده او في كل مكان. الحقيقه يعني احنا سمعنا من الناس قد ايه انتوا مسهلين كل حاجه. سياده سفير ناصر حمدي سفيرنا في الرياض.